فريجي خالد من الناس المتضررين في سوق القريعة. كانت الخسائر ولكن الحمد لله الخليفة على الله سبحانه وتعالى. كان جينا نهار الخميس عيطوا لي قالوا لي عيطوا لي نهار الخميس قالوا لي ودي راه السوق راه شعلات فيه العافية. جيت كم حل الناس ديال السوق جيت لقيت الحريق شاد في المحلات ديال سوق القريعة. هي هذيك وحنا عيطنا للناس الوقاية المدنية ايوا فاش غنديروا ما عندنا ما نديروا خليفة على الله سبحانه وتعالى ما عندنا ما نديروا ك الحمد لله اللي لطف الله ما السوق ما تحرقش يعني وصلت لواحد تحرقوا واحد 31 ولا 31 محل وحبسات يعني كون كانت غتكون كانت خسائر كثيره كون من الناس ديال الوقايه كنا عيطنا على الناس ديال الوقايه ديال هنا ديال المنطقه وعيطنا على الناس ديال الوقايه ديال المنطقه ديال الحي المحمدي هما اللي كانوا صارعوا جاوا الحمد لله وحبسوا الحريق. هذاك الشيء لا ما نقدروش نعرفوا كاين الخسائر ولكن داك الشيء ما نقدروش يعني داك الشيء كيعلم به الا المول الناس المتضررين ما نقدروش بالضبط نقول لك شحال ما يعني داك الشيء خليفه على الله سبحانه وتعالى الملايين كاينه ولكن ما يعني الانسان راه ضر الناس راه ضرات ماشي ما ضراتش فهمتيني والحمد لله الخليفه على الله سبحانه وتعالى ما يعوضنا الله. كان دابا حنا كناشدوا الناس ديال السلطات المحليه والمجلس المدينه انه تعاون مع هاد الناس المتضررين هادشي اللي كاين الا كانت شي مساعده يتساعد معاهم في البني في 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 البنيه التحتيه ديال السوق الطريق كلها خاصها تكون البنيه التحتيه خاصها تكون لان حنا درنا واحد الاجتماع مع الناس حنا كنمثلوا سوق القريعه بجمعيه العهد الجديد كنمثلوهم تجمعنا مع الناس ديال السوق البارح راه الناس ضامين معنا بان السوق ما غيتحل حتى يدار ليه الحل عاد غيحلوا معنا الناس ديال السوق راه نقول لكم هاد الناس هاد سوق القريعه راه هز الالاف ديال العائلات وهاد السوق ديال القريعه راه عنده تاريخ فهمتيني راه كانوا الحمد لله الوالدين ديالنا هنايا والحمد لله بقينا حنا شادين المشعل لقينا هنا في السوق فهمتيني راه سوق يعني سوق وطني راه تضررنا في 2000 كنا دي الحمد لله كان عندنا القصدير ومع الناس ديال السلطه وداك الشيء بناو لينا فهمتيني يعني كون ما كناش بنينا في 2000 كون الضرر ديال نهار الخميس غيكون الضرر كثير ولكن الحمد لله ملي بنينا وداك الشيء الحريق تحصل في واحد 30 ولا 31 محل يعني كون ما كانش البني غادي السوق كله يمشي. شوف الناس ملتزمين الناس على العاتق ديالهم راه الناس كاينين هنايا واخدين دي كوموند وداك الشيء واخدين عراب مع عند الناس وداك الشيء فهمتي حنا كناشدوا الناس المسؤولين يشوفوا بعين الاعتبار لهاد الناس اللي تضروا فهمتيني يسارعوا لينا بوسيله الاشغال فهمتيني باش نستنفوا العمل رحنا جارين معنا عائلات راه ماشي احنا بوحدنا اللي خدامين راه عائلات راه هاد الناس اللي تضروا جارين معاهم وراه السوق كمجمل سوق القريعه راه هز الاف ديال البشر الاف ديال العائلات. بغيت نوصل واحد الرساله العمده ديال الدار البيضاء الله يكثر خيركم الى سارعوا لينا بالاشغال ديال السوق راه الناس يعني الناس راه مضرين بزاف بغينا تساعدوا معنا في المحلات والبنيه التحتيه ديال السوق باش نستانفوا العمل. نهار الخميس بالليل مع تسعود ونص الليل جينا هنايا كنا سالينا الخدمه مع ديك السبعه مشينا لديورنا شويه وكيعيطوا لنا الناس في التليفونات راه العافيه شعلة في قريه
مشينا يعني كنا اصلا الجمعه كنا كنريحوا يعني كان عندنا روبو كما كنقولوا صافي شويه كيعاودوا الناس قال لنا المحل تحرك جينا لقينا صافي كلشي شداد العافيه بدينا كنطفيو وذا من رجال المطافي جاوا بلا ما يعني ولو الدراري ديال السوق اللي ولاو كيطفيو هنا كنشوف راه فوق 30 محل ولا 40 محل اللي مشى راه الملايين ديال السلعه اللي مشات هنا راه الملايين صحاح راه السيد راه عنده 12 محل كاين اللي عنده 5 كاين اللي عنده 3 وابار اللي قال لي خدامين هنا عندو الوليدات كيما كيقولوا خليفه على الله شكون اللي غيعوضنا عندك كتشوف كلشي عندك كتشوف راه كلشي مشى اش غنديروا يعني تسطى الله يصاوبوا صافي كنديروا نجاره يعني كنصايبوا الشهادر كنصايبوا كوزينات كنبيعوا البوش كنديروا كلشي يعني باش تصور تب ديال الخبز حلال راه كاين عندك كتشوف شنو بقى على كلشي كتشوفوا اخويا راه العافيه بدات نهار خميس بالليل الناس ما كاينينش عيطوا لينا في التليفون حنا بعاد والعافيه شدات في عباد الله وعباد الله راه اضطروا كلاو العصا كنديروا الكوزينه وكنديروا الصالونات كلشي تحرك كلشي مشى كاين كوموند ديال الناس واللي باقي ما فاصلينش والسلعه محطوطه حتى هي كلشي تحرك حتى من الشانطيوات اللي هما حتى هما مشاو كيما كنشوف المحل كامل راه مشى انا عرفناه كاع واش هو ولا ماشي هو غير الله محمد رسول الله مع 9:30 انا بغيت نغادر بالضو شنو هو خليتي المحل بريزونتي السلعه وكل شيء تحل نهار السبت رزق على الله فاذا به انت ما بقى والو كل شيء مشى ولا مات شوف راه الشانطيوات هاد الشانطيوات كيديو 5 الشانطيوات خلي السلعه ديال الناس والعود والبونج والمطاريان دوزان مشى السيكل السيكل اللي كدير 7000 درهم هي مشات خلي البونزوز وخلي الشينيول كل شيء مشى ما عندناش لاسيرونس هنا ما عندناش حنا كنتعاونوا بيناتنا ولاد الشعوي ولا شي كان والله سبحانه وتعالى شي لا نقول المهم الله عز وجل الله يدير لي فيها الخير عائلات خدامين معانا ووليداتهم وكارين وتيقروا الدراري ديالهم يعني كلشي مضطرب الله يدير لي فيها الخير اخويا حنا كنا ما علينا ما بينا شاك شاب علينا هادشي هذا واخويا الناس راه مضرين في السوق القريه راه لا حول ولا قوه الا بالله العظيم عادي كان بنادم عادي سد المحلات ديالو حتى كيجي هذاك الخبر بالليل بان المحلات راه بنادم خاص يولي سلعته بعدا اول حاجه ما تبقاش على برا او غاد شتي حاجه اخويا الحريق ما كتعرفش كيفاش الشيء كيوقع حتى كيجيك هذاك الخبر ديال الحريق ما كتعرفو اخويا منين انت المشكل ماشي الخسائر غير في العود حتى الحيوطه انت الحيوطه تشقى الحانوت كامل خصو يتعاود صافي ماشي غير العود ولا كيولي خاصك بحال المحل تعاود تبني او شي من جديد دابا اخو حنا كنديروا العود ما كنديروش كوموند حنا وكان عندي البيبان ديال البيوت ديال الفصيل كانت عندي السلعه وراه ضروري غتبرز حتى مولف خدام ومع الوقت غادي دابا انت وقف شي ضروري ما غادي تحس بشي واحد الفرق ما كيتسالني جوا شي حاجه كلهم خالصين الحمد لله ما كتعرفش هادشي من خرج اخويا ما عارفينش حنا راه كنا خدامين بخير ما علينا ما بينا جينا ريحنا في ديورنا قالوا لنا العافيه راه شي علاش ما عارفينش منو السبب شي 20 وحيله ولا ماشي شي 20 محل كل شيء الحيوطه كل شيء راه كل شيء ما بقى حتى حاجه واش شنقول لك غيعوضونا حنا داك الشيء ديال الله سبحانه وتعالى ضروا جيراننا راه حتى حنا ضرينا هذا الشيء اللي كاين وهذا تاع كثيره والناس ضرات بزاف اخويا ملي كيضر جارك راه حتى كضر العافيه ملي كتكون شاعله راه كيوصل الصاد تصدمنا اخويا ملي سمعنا تصدمنا ما مرضنا كاع ولكن الامر الله تعالى هادشي اللي فيه طلبوا من الله غير اخويا الحمد لله السلطه راه واقفه ووقفوا معنا وداكشي ولكن الحمد لله